المطلوب منا الآن أن نحلل هذه العبارة إلى عواملها عن طريق التجميع. الآن لقد تم ذكر التجميع وسوف نرى ما هو التجميع، لكننا سوف نرى بسرعة أنه علينا أن نقوم بهذا الشيء الذي يسمى التجميع، لأنه لا يمكننا أن نحلل هذه العبارة فقط. إذا نظرتم إلى هذا، كل من هذه الحدود جميعهم ما عدا واحدة يقبلون القسمة على 5، لذا لا يمكنك استخراج 5 فقط كعامل مشترك، لأن ليس جميعهم يقبلون القسمة على أي من R و S. هذا يقبل القسمة على R فقط، وذلك يقبل القسمة على S فقط، وهذا لا يقبل القسمة على أي منهما. إذن لا يوجد عامل مشترك بين جميع هذه العبارات الأربعة، ولهذا السبب علينا أن نجمعهم في مجموعات حيث يكونون عوامل مشتركة، ومن ثم نرى إذا كان هذا يبسط الأمر كله. ويوجد نوع من الإدراك الفني عندما نقوم بالتحليل عن طريق التجميع، لكن تم وضع هذه المسألة بطريقة جيدة. إذا نظرتم إلى أول حدان هنا، لدينا 5 R S و 25 R، إنهما يمتلكان عوامل مشتركة، كلاهما يقبلان القسمة على 5 وكلاهما يقبلان القسمة على R. فإذا أردت أن أحلل هذه أو إذا أردت أن أعيد كتابتها كحاصل لعبارتين، كيف يمكنني أن أكتبها؟ حسنا، يمكنني أن أخذ 5 R كعامل مشترك، 5 R S تقسيم 5 R، الباقي S، لدينا S هنا، ثم 25 R تقسيم 5 R. حسنا، 25 تقسيم 5 يساوي 5، و R تقسيم R تساوي 1. إذا 25 R تقسيم 5 R يساوي 5. إذا أول حدان يمكن أن يحللا إلى هاتين العبارتين. ثم دعونا ننظر إلى ثاني حدان. حسنا، إنهما يمتلكان عامل مشترك بلا شك، لديهما سالب 3 أو موجب 3 مشتركة بينهما. دعونا نأخذ السالب 3، والهدف هو أن نحلل إلى سالب 3، شيء ما مشابه لأس زائد 5. ربما أنك ترى أنه سيتحلل إلى S زائد 5، لذا دعونا نستخرج العامل سالب 3. هذان الحدان بإمكانك أن تعيد كتابتهما كالتالي، هنا سالب 3 ثم سالب 3 S تقسيم سالب 3 يساوي S، ثم ناقص 15 تقسيم ناقص 3 يساوي 5، إذن يساوي موجب 5. وهكذا قمنا بتجميعهم، ونحن باستطاعتنا الآن أن نحلل كل من هذه المجموعات. ثم أن شيئا ما مثيرا للاهتمام سيظهر أمامنا، يمكنك دائما أن تثبت أنك قد حللت هذا بشكل صحيح عن طريق توزيع كل من هذه العبارات. نوزع 5 R على S زائد 5، وكذلك سالب 3 على S زائد 5. لكن ربما سيظهر الآن شيء ما أمامكم، لدينا 5 R مضروبة في S زائد 5، ثم لدينا سالب 3 مضروبة في S زائد 5. إذن في هذه العبارة لدينا حدان بدلا من 4، هذا الحد الأول وهذا حد آخر، وكلاهما يمتلكان العامل المشترك S زائد 5، لذا يمكننا الآن أن نستخرج S زائد 5. إذن هذا كله يمكن أن تعاد كتابته كالتالي، S زائد 5 مضروبة في خمسة R، ثم بشكل مشابه إذا أخذنا سالب 3
إذن سوف يتبقى لدينا سالب ثلاثة هكذا وانتهينا. لقد حللنا هذه العبارة عن طريق التجميع، إنها S زائد 5 مضروبة في 5R ناقص 3، ويمكننا التحقق من خلال ضربهم. إذا وزعتم S زائد 5 على كل من هذه الحدود ستحصلون على هذه العبارة، ثم إذا وزعتم 5R ستحصلون على تلك العبارة، إذا وزعتم سالب 3 فسوف تحصلون على تلك العبارة. إذن هذا يبسط إلى ذاك، وبهذا نكون قد حللناها.